طاعة الله. لم يبق في القوم من يحمي الجار. نحن الذين نحمي الجار يا خالة. وناقتي تصاب في دياركم وأنتم خاضعون. اقصر يا خالة، غدا سيقتل جمل أعظم من ناقتك. تقصد أن جساسا هدد بقتل بعير علال؟ قال لها إنه سيقتل في غد جملا أعظم من ناقتها ابن العم، وأنا أعرف ناقتها، إنها فعلا من كرام النوق. ألا وحق ما آمنت به العرب، إن حياة علال بحياة جساس. أو بلغتك الأمر هذا يا كليب؟ حياة جساس ببعير؟ إنه يتحداني ويهددني يا امرأة، إن رأس بعير علال برأس أكبر حيوان من أهل. غدا سأطلق علالا في هذه البرية، وإن أصابه أي مكروه فتأبره برأس جساس، لأنها مسألة نوق وجمال. أما حين يكون الأمر متعلقا بجمل لكليب، تقبلون أن يعتبر الجمل مكافئا لرجل منه؟ أين سيطلق زوجك بعيره هذا يا جميلة؟ أنا سأريه كيف أن إله هذا. لا تجعل الشبان الطائشين يوجهون الأمور حسب أهوائهم. سأبذل جهدي يا ابنتي. أين سيطلق زوجك جمله؟ وأنا سأبعد جساسا عنه. سيطلقه في فلجة. ماذا جئتم تفعلون هنا؟ إنني اليوم حريص على البقاء وحدي. ولماذا وحده؟ هذه أوامر مولاي كليب. ولماذا يريدك سيدك كليب وحدك هنا مع علال يا كليب؟ يبدو كأنه أرادني أن أكون وحيدا كي أكون أنا أو الجمل طعما. إنه يريد أن يصطاد أحدهم. وماذا قال لك يا يقوت؟ أمرني أن أقتل من يقترب من علال حتى ولو كان الزير. إن كنت قد جئت تريد شرا بعلال فاحفني من التعرض لكم. اطمئن يا يقوت، نحن هنا لحراسة علال معك. ألن تقول لي إلى أين سنذهب؟ إلى وادي الحصى. ولكن علال في فلجة. ما لنا ولعلال؟ أدخل عقلك الصغير أنني أنتقم من بعير؟ ولكن الجميع سمعوه يهدد بقتل علال جمل خالي كليب مقابل سراب ناقة جدة البسوس. وهل سمع كليب؟ سمع. ماذا قال حين سمع بتهديد جساس؟ قال إنه سيعتبر المساس بعلال مساسا بكرامته. فابشر بطول سلامة يا علال. إنه وحده. أكنت تتوقع أن تجد معه أحدا؟ طبعا، إنه ملك. انتظرني هنا. ألم تسمعني؟ لقد سمعت خبب جوادك على الأقل، لكنك لم تلتفت. كان واضحا من الصوت أنه فارس واحد. ظننت أن هناك فارسا ورائي. ظننت أنه فارس فإذا به أنت. ألا ترى أنك تهينني؟ كيف فهمتها بهذه السهولة؟ جئت أسألك لما قتلت سراب ناقة خالد البسوس. ألم أقل لك أنني ظننتك فارسا فإذا بي أراك راعي؟ هل التفت إلي وأنت تكلمني؟ إني سامع ولا حاجة لي للالتفات. ألا يهمك انزعاجنا على الناقة ومنعك الماء عنا وعن مواشينا؟ لقد طردتها وطردتنا عن الماء. ما منعناكم من ماء إلا ونحن له شاغلون. درني من قدامه لكي أقتله. لن تفعلها حتى أنت تراني عاجزا عن قتله. خذ حذرك يا كليب، فإني قاتلك. إن كنت صادقا فأقبل إلي من أمامي. جساس أضعف من أن يجعل كليبا يلتفت. خذ حذرك يا كليب، لا أريد لربحي أن ينغرس في ظهرك. ماء. عرفت الآن قيمة الماء الذي حرمته. تجاوزت لبعي شبيثا والأحص اللذين منعت بني مرة من الماء. ما عقلت استسقاءك الماء من ولدتك أو موت إلا ساعتك هذه.